احنا بنتكلم برضو بنجيب بنحاول نجيب دي جوله مجلس الكابتن محمود الخطيب ومجلس دي ادارته في التجمع في مقر النادي الاهلي في القاهره الجديده. نعم اتفضل. بس انا شفت الصاله دي في زايد. ما هي موجوده في كل الصالات المغطاه. طبعا بس ده هنا في نقله تانية هنا بقى. والله بص انا شايف التجمع هيبقى في نقله كبيره جدا. انا كمان شايف هنا المقر مثلا بتاع الشيخ زايد رحته كذا مره ممتاز جدا يعني. لا 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 مقر الشيخ زايد ولسه هيكتمل ده لسه بالمدينه الرياضيه ان شاء الله. بالمدينه الرياضيه دي كمان. فعايز اقول ان العمل معلش مجلس الاداره لن يحتاج الى كثير من الكلام عشان يقول انا عملت كذا. طبعا الاعمال والانجازات اللي على ارض الواقع دي يا استاذ محمود هي بترد هي اللي بترد على اي افتراءات بقى. طبعا وما هواش موضوع كلام ولا حديث يعني. صحيح دي حقيقه وعلى ارض الواقع. لا بص الجمال وبص الشغل الرائع اللي معمول في كل مقرات النادي الاهلي الحقيقه. اذا بنشوف حاجه جديده بتحصل في التجمع في القاهره الجديده هنلاقي الاجدد هيحصل كمان في الشيخ زايد. خلي بالك وهيحصل بعد كده في مدينه نصر الفرع هيحصل في الجزيره. اول ما اتعمل الفرع اللي هو يعتبر الفرع الاولاني بعد المقر الرئيسي بتاع مدينه نصر رحناه اول ما بدا خالص. نعم منطقه كانت لسه جديده ومفيش ده زايد يا استاذ. ده زايد يا استاذ جمال. منطقه جديده ومفيش حاجه محيطه بيها خالص. بعد كده بقى اتفرج على العمران صحيح في هذه المنطقه. خلي بالك اتفرج على سعر الشقق بقى بكام. ما انا بقول لحضرتك يعني وجود كان بملاليم اصبح بملايين. وجود كيان زي باسم النادي الاهلي صحيح ده 100% بيعمل توسع رهيب في الناحيه العمرانيه في المنطقه. وده كده برضه خلي بال حضرتك ما هي وزاره الاسكان مش هتديك الارض ايوه غير لما أيوة. تبقى عارفه ان عندك مجلس اداره بيحترم جمعيته العموميه. مجلس اداره هيلبي كل البرنامج بتاعه ودور مجتمعي برضه عائله النادي الاهلي خلال الاربع سنوات السابقه والاربع سنوات القادمه. فبالتالي انا هديك الارض لكن ودور مجتمعي طبعًا. كبير جدا. لو ما كانش في مجلس اداره محترم ويقدر وواعي للمتطلبات مش هيقدر ينفذ ده. خلي بال حضرتك اصل انت النادي الاهلي طبعا لاعضاء جمعيته العموميه واعضاء جمعيته العامه ولكن في نفس الوقت مصر كلها. هو لو عملنا كاس عالم ما هو اتفضل اتمرن في ملاعب النادي الاهلي في القاهره الجديده تخدم الرياضه. لو عملنا الاولمبيكس اتفضلوا اتمرنوا في كل الانشاءات مش في انديه عربيه مش في انديه عربيه شقيقه بتيجي وتتدرب في الملاعب في مدينه نصر. طبعا طبعا ده شيء مهم جدا برضو. انت بتزود القيمه الرياضيه حقيقي للمجتمع المصري او للرياضه المصريه حقيقي. اي منشا بيتم ده اضافه يا استاذ محمود من هو يا ريس هصارح حضرتك على حاجه. من هو جاي من فين انك انت وصلت للرقم اللي انت وصلت له في عقود الرعايه ثلاثه في عقود الرعايه يعني من فين يعني. يعني انا هبدا معلش مكان الاحترام اتفضل. يعني هكلمك اقول لك انا عندي الشعبيه وان انا عندي 850 مليون على مستوى الوطن العربي. ما تديني منطق يا اخي. يعني ما تديني منطق تحلل لي. بتقول لي بص طب انا عاوز اعرف يعني اربع خمس فروع داخل الجمهوريه واكثر من 30 نادي على مستوى الوطن العربي اسمهم النادي الاهلي. وبعدين تيجي تقول لي انا صحيح. مش عارف يا جماعه يعني ايه خلي يعني خلينا يعني بنؤمن نوع من العقل كده والهدوء يعني نتناول الامور ونديها وضعها الطبيعي ونناقشها باسلوب ما تناقشش وما تقارنش عشان ما تتعبش. اصل انت لو دخلت في مقارنه هتتعب. فلما تيجي تقول لي ليه فلان بياخد جنيه والتاني بياخد 10 بالظبط اقول لك طب اديني ابن الاسس كده 1 2 3 4 5 6 صحيح ابن يعني ناقش كده منطقيا وشوف ده جه النهارده ولا جه من زمن. صحيح يعني عاوز اقول لك ايه انت بص على متطلبات طب بص على الناس التانية اللي بترغب في الشراكه. وانا دلوقتي اتدخلت ولا قلت لهم تعالوا لا ولا هم نفسهم شايفين مكان مستقر مكان حسب وشافوا ناتج وعملي وعندهم دراساتهم وعندهم كل الكلام ده. حضرتك كراعي جاي النهارده عايز ترمي فلوسك في الارض مين قال الكلام ده؟ لا ما انا بقول ده ايوه طبعا عاوز احسب هكسب ايه؟ هكسب ايه يا ريس؟